فحات الجزء الثاني من هذا المهرجان، مهرجان أمير دولة قطر، يحفظه الله في هذا الانطلاق الأول الذي يعلن هذا الاندفاع هنا بعد أن تابعنا انطلاقات هذا السن، سن الثنايا. والبداية كانت بمنافسات التحدي والإثارة على الشلفة الفضية التي ذهبت إلى الغربية مباشرة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بالشوط الرئيسي، رمز الثنايا الجعدان المفتوح، والجائزة هي الخنجر الفضي في هذه المنافسة التي احتشد لها الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، حشيم سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، النادر محمد بن سالم بن دري الفلاحي، عزام حمد بن علي بوشارب المري، الغربي غانم بن منصور السيف الخيارين، كيف محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، مشرف جابر بن علي بن جابر المري، ومخلص حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والختام بلطام محمد بن هادي بن حمد آل بريدي. هذه الأسماء التسعة التي قررت المشاركة في هذا الشوط، شوط الثمانية كيلومترات والتحدي والانطلاقات والإثارة التي تعلن هذه اللحظات، تعلن هذه البداية، تعلن هذه الانطلاقة. ومخلص ينتظر دوره في دخوله أيضا في هذا النداء، دائرة النداء، يتواجد في المركز السادس. هذه الأسماء التي تحمل التحدي والعنوان هنا، والخنجر يتجول مع رؤوس هذه الجعدان هنا، يتجول بين المراكز الأول حتى الخامس في هذه اللحظات. الصدارة لا زالت هنا، علامة التحدي بدأ الآن يرفعها محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهو يراقب بالعين المجردة، يراقب ويتابع الغربي الذي يؤدي الأداء الممتاز، حافظا دوره، متقنا أدائه المتميز في هذه اللحظة. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يا سلام التحركات. نقول الآن كيلومترين، كيلوين متر باقي على خط النهاية، واللحظات التي تحمل هنا العزم النهائي، التحدي النهائي. أرى التحرك بدأ، أرى العلامات بدأت، أرى الأجهزة بدأت تظهر في هذه اللحظة. هنا تتابع وتراقب، لكن الغربي مسيطر على المقدمة والصدارة. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري لا زال على المقدمة، تقدم صائد الرموز إلى المركز الثاني في هذه الانطلاقة القوية مع الغربي، غربي آخر، غانم بن منصور بن غانم والسيف الخيارين، الغربيون يقودون الصدارة. يا سلام الغربي الإماراتي والغربي القطري في المقدمة. المركز الثالث، متواجد المركز الثالث النادر، وهو نادر، نادر بأدائه وانطلاقته. محمد بن سالم بن دري الفلاحي، يا سلام مخلص بدأ الدخول إلى عالم النداء. مخلص حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي حمل شعار الواثق وانطلاقة الواثق وأداء الواثق في هجنه مع اليمامة، هنا حينما توجد بالشلفة ينطلق في هذا الشوط يبحث عن هذا الخنجر. المركز الخامس، عودة إلى مشرف جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. الله 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 الله، يا متابعين يا مراقبين، بدأنا بالعد التنازلي، دخلنا في اللحظات الأخيرة، انتقلنا إلى الكيلومتر الأخير. دقي الأجراس يا منافسة، دقي التحدي يا انطلاقة، تحرك الكل، شوف الإثارة، شوف التحدي، شوف الانطلاق القوي. الغربي بدأ يسرع الخطى على المقدمة والصدارة. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والغربي بدأ يتحرك بقيادة صايد الرمود غانم بن منصور رزيف الخيارين على المركز الثاني. مخلص بدأ في الحركة في المركز الثالث، حمد بن راشد بن حمد بن غدير في ثالث المراكز هو الواضح. المركز الرابع، يعود النادر على المركز الرابع، محمد بن
سالم بدري الفلاحي في هذه الإثارة القوية. الله 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 الله، نتابع النص كيلو الباقي من هذه الانطلاقة، من هذه التحديات. الغربي 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 على المركز الأول يقود الصدارة، حمد زايد بخلفان المنصوري وسيطرة حتى هذه اللحظة على المقدمة. المركز الثاني الغربي غانم منصور سيف الخيارين ومخلص على المركز الثالث في هذه الانطلاقة والتحديات. مخلص ايضا حمد براجد الحمد بن غدير، اللحظة الأخيرة الانطلاقة. يا سلام يا الغربي، سلام يا الغربي، سلام يا مخلص، أداء مميز، انطلاقة نهائية، لحظات النهاية، المئة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، هنا تعلن الغربي صدارة غربية، صدارة غربية، غربية للمرة الثانية. تهانينا والناموس محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربي بالمركز الأول. المركز الثاني مخلص لسيد حمد بن راشد الحمد بن غدير، والمركز الثالث الغربي غانم بن منصور سيف الخيارين. المركز الرابع النادر محمد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز الخامس كيف محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. هذه المراكز الخمسة الأولى. يا سلام، رسم الغربي شعار الغربية هناك، شعار المركز الأول، شعار الصدارة في هذا السن، سن الكبار. إعلان الثمانية كيلومترات، قيادة من البداية إلى النهاية هنا في هذا الأداء الجميل في هذا الشوط، شوط الخنجر الفضي الذي انطلق هنا كانت بدايته، هنا كانت لحظات اندفاعه الأول في هذا المسار، في هذه الانطلاقة القوية التي حملت الإثارة والتحدي والتنافس القوي في هذا الشوط. ثم سار تكتيك المضمرين هنا بالتناوب في تقديم هجنهم في هذا الشوط إلى المراكز الأولى، إلى التحديات الأولى، لحظات الختام، لحظات المنافسة الثلاثية التي قادت هذه اللحظات. هنا تنافس ثلاثي، ولكن الغربي يصل مع اللحظة 13 دقيقة جزء ثانيتين، وإذا 16 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني للغربي. تهانينا والناموس لسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مخلص على المركز الثاني. أيضا تهانينا لسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، 13 دقيقة 3 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس والمركز الثالث يذهب إلى الغربي. تهانينا لغانم بن منصور بن غانم والسيف الخيارين، أيضا 13 دقيقة 3 ثواني 74 جزءا من الثانية. هذا هو التوقيت الذي حمل هذه الإثارة.